الحديث لا طلاق في إغلاق حديث صحيح، وكذلك طلاق السكران أو الذي يريد أن يخوف زوجته مثلا يقول إذا خرجت من البيت فأنت طالق. الحديث لا طلاق، لا طلاق ولا عتق في إغلاق فيه لين، ولكن له شواهد تعضده وتجبره ويحتج به لشواهد من الكتاب والسنة. من لا قصة موسى إلى أقع الوحي بسبب الغضب، وكذلك قوله جل وعلا من كفر بالله ما دينه إلا من نكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإغلاق هو الإكراه وشدة الغضب، من يغلق على الإنسان قصده وفهمه حتى لا يتصور ما يترتب على الطلاق، من شدة الغضب ومن شدة الإكراه ترخص عنده الزوجة فلا يبالي بها بل يطلقها ليتخلص من هذا الإكراه الذي هو الظلم من ضربه أو تهديده بما يضره أو ما أشبه ذلك، أو شدة غضبه الذي ظهرت أسبابه ودلائله وسائله حتى انغلق عليه قصده وانغلقت عليه الدنيا بجملتها حتى لا يهمه إلا التخلص من هذه المرأة بسبب ما جرى بينه وبينها من نزاع شديد أو مضاربة أو مشابة أو ما أشبه ذلك. كذلك السكران، لأن السكران كالمجنون وكالمعتوه، ثبت أنه حين طلق أزال عقله بالسكر أو بالعتى أو بالجنون أو بالغضب الشديد الذي أزال شعوره فإنه لا يقع معه الطلاق. وهذه المسائل فيها تفصيل، إذا زال شعوره كلية هذا عند جميع العلم، إذا زال شعوره كلية يعني شد بالغضب حتى سقط شعوره فهذا لا يقع به الطلاق. كذلك العتى يعني ما له عقل مقبول، وكذا الجنون هذا لا طلاق له، وكذا الاستخبار الذي اكل او شرب ما يجيب عقله ولم يتعمد هذا عند الجميع لا يقع طلاق. انما الخلاف في مسالتين، احداهما استخبار متعمد للسكر، يتعمد السكر حتى زال عقله متعمد، فالجمهور يرى ان طلاقه يقع. وذهب خليفه الراشد عثمان رضي الله عنه وجماعه من العلم الى انه لا يقع، وثبت انه طلق في حال السكر ولو كان متعمدا للشرب، لان عقوبه عقابه الحد الشرعي لا غصب زوجته منه، بل عقابه معروف هو الحد الشرعي، اما اخراج زوجته من عصمته فليس داخلا في الحد الشرعي. كذلك السيده الثانيه، اذا كان غضبه شديدا ولكن لم يزل عقله بكلية بل اشتد به الغضب وانغلق عليه القصد ولم يملك نفسه لكنه دون المجنون لم يغلى حد الى حد ذهاب الشعوب الكلية، هذا محل الخلاف. فذهب قول ان لا يقع الحق له بالمجنون والمعتوه استقرار، وذهب قول الى انه يقع الحق له بالغضب الخفيف والحق له بالعقلاء، والارجح عدم الوقوع شد غضب وغلق القصد وظهرت اسباب الغضب الشديد فانه يلحق بمن ذهب عقله، لان الغضبان الشديد لا يملك نفسه ولا يصبر العواقب ويقع في اشياء تضره ولا يشعر. نعم.